أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبد اللطيف بن عبد العزيز آل شيخ أن وزارة الشؤون الإسلامية تقوم بنشر الوسطية والاعتدال وسط توافق في الرؤى مع مصر بما يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، وهو ما يمثل التقدير الذي يكنه علماء المملكة لعلماء مصر. وخلال لقاء مع مفتي جمهورية الدكتور شوقي علام في مشهر منى على هامش زيارته الحالية لتأدية مناسك الحج، أكد الشيخ على أن وزارة الشؤون الإسلامية تتعاون مع دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمصر، مضيفا أن الجميع يعمل وفقا لما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية لنشر الدين بحكمة وعدل وعدم استغلال الدين لمصالح دنيوية. نحن نريد أن نتقدم خطوة كبيرة في سبيل أن نظهر الصورة الحضارية لديننا، وفي تقديري بأن هذا هو المحك الحقيقي للقضاء أو للتخفيف من هذه الصورة السلبية في الخارج. معالي الوزير بذل جهودا كبيرة في هذا الشأن، ونحن أيضا في مصر وعلى كافة المستويات المؤسسات الدينية نحن نبذل جهودا كبيرة في هذا الصدد. ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من نشر الاعتدال والوسطية وما بيننا وبين مصر الشقيقة من توافق في الرؤى في هذا المنهج الذي يوافق القرآن الكريم والسنة النبوية، لا شك أن هذا يعني دليل على ما تكن مصر وعلماء مصر للمملكة العربية السعودية، وأيضا ما يكنه علماء المملكة العربية السعودية لمصر ولأهل مصر ولقيادة مصر.